عن اجتماعات المجلس اللجنة العليا للطوارئ الصحية ومجريات الحظر الشامل. اليوم لم يكن هناك اجتماع للجنة العليا للطوارئ، ولكن كانت هناك بعض الرسائل التي يجب أن نرسلها هذا اليوم. الرسالة الأولى تتعلق بساعات الحظر. ليس هناك أي تعديل لساعات الحظر المعلنة والمطبقة منذ فترة. أقول هذا لأننا تلقينا عدد من الرسائل والاستفسارات مبنية على بعض الرسائل مجهولة المصدر في الواتساب. عندما أعلننا حظر التجوال للمرة الأولى من الساعة 8 مساء، أعلناه عبر أجهزة الإعلام الرسمية من هنا ومن كل المحطات التلفزيونية والإذاعية وغيرها. عندما عدلنا ساعات حظر التجول بدل 8 مساء لتصبح من 6 مساء، أعلننا ذلك بشكل رسمي عبر أجهزة الإعلام الرسمية. عندما أعلننا حظر شامل مع فترات سماح صباحية، جئنا أيضا هنا وأعلننا ذلك من عبر أجهزة الإعلام الرسمية. وبالتالي ليس هناك أي مبرر للناس لكي يفهموا أن هناك تعديل في ساعات الحظر أو أن هناك حظر شامل لمدة أسبوع، وينبني كل ذلك على رسائل مجهولة المصدر في الواتساب. نحن جعلنا هذا منبرا يوميا نرسل منه الرسائل ونتحدث فيه إلى الجماهير بشكل واضح ومباشر. وبالتالي إذا كان هناك أي تعديل في جدول الحظر أو في ساعات الحظر سيعلن عبر أجهزة الإعلام الرسمية وبشكل واضح. أنا أقول هذا لحتى أدعو الناس لا يعتمدوا على بعض الرسائل المجهولة المصدر التي بتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحدث لسببين. أحيانا في أشخاص يعني بحسن نية بالرغبة في تحقيق سبق أو غيره، يعني ممكن أن يسمع بأي خبر وغير أن يتأكد منه يقوم بنشره ثم ينشره شخص آخر من آخر، وهكذا تتسلسل المصادر. لكن أيضا هناك من يفعلون ذلك بسوء نية، يريدون زعزعة الأمور والأوضاع في بلادنا، وأعتقد أنه نحن حق نقلق ونقفل عليهم هذا الطريق. واحدة من الوسائل بتاعة قفل الطريق إننا نحن بنأتي يوميا نتحدث إلى الناس بشفافية عبر أجهزة الإعلام. وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك من سبب يجعل الناس يصدقون أي رسائل مجهولة المصدر جاءت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجهة الوحيدة اللي بتعلم منها الرسائل الرسمية هي أجهزة الإعلام الرسمية. لو هناك تعديل في ساعات الحظر أو في أي إجراءات جديدة أو إعلانات عن الإصابات وغيرها تعلم بوضوح وبشفافية من على هذا المنبر. هذه هي الرسالة الأولى التي أريد أن أرسلها إلى الناس حتى يطمئنوا. ما في أي حظر شامل لمدة أسبوع أو غيره وعدم حركة، وده تسبب في أنه حدث نوع من الهلع بين الناس وهجوم على المحلات التجارية وغيره. ساعات الحظر كما هي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا في سماح بالتحرك في إطار الأحياء وليس خارجها، يعني ثم من 1 ظهرا في حظر كامل. 24 ساعة العبور في الكباري لمن يحملون الأذونات الرسمية. نحن لم نغير هذا الجدول، إنما أعلننا بالأمس أو الأمس إنه حيكون في إجراء التشدد، لأنه في بعض الناس استقلوا هذه المسألة بالذات مع بداية شهر رمضان وبدأوا يتحركوا في حركة واسعة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية تتعلق بالعالقين، لأنه دي برضه وصلتنا عشرات الرسائل والاستفسارات من السفارات من الجاليات من أفراد هم منزعجين، وهذه الرسائل مزعجة بجد. طيب، ما نحب أن نقول أنه موضوع العالقين خارج السودان لم يغب عن اجتماعات اللجنة العليا للطوارئ ولا يوم واحد. نحن بالأمس عقدنا الاجتماع رقم أفتكر 33 للجنة العليا للطوارئ. أنا أستطيع أن أقسم وأن أجزم أنه طوال هذه الاجتماعات 30 و33 في كل جلسة من الجلسات أثيرت قضية العالقين وكيفية التعامل معها، وبنيت المواقف السابقة على أنه ليست لدينا القدرة على توفير أماكن للعزل والحجر للقادمين من الخارج. إمكانياتنا شحيحة وضعيفة ومحدودة، لذلك من الأفضل إذا ما بقدر المستطاع أن نوفر لهم إمكانيات ودعم للبقاء في أماكنهم حتى نستطيع أن نوفر أماكن للعزل والحجر. كان في اعتقادنا أن هذا الموضوع سيأخذ العالمية والمحلية والإقليمية للمرضى وزيارة عرض المرضى متصاعدة في كثير من المناطق ما عدا قلة منها نجح فيها الحظر الشامل بشكل كبير. هذا يدل على أنه ربما المسألة تطول، لأنه شعرنا بأن المسألة تطول ووصلتنا رسائل من السفارات برا، فنحن قلنا فلنبحث
الطريقة التي يمكن أن يعود بها السودانيون العالقون في الخارج. بس المسألة طبعا بتأخذ إجراءات، لذلك التوجيه الذي صدر للسفارات أن يتولوا الحصر. نحن لا نستطيع أن نحدد جدول زمني لعودة العالقين إذا لم نعرف العدد بالضبط، وتعريف دقيق للعالقين. مش أي شخص موجود في الخارج يريد أن يعود إلى السودان، هذا يمكنه أن يبقى في مكانه إلى أن العالقين بالنسبة لنا الناس الذين ذهبوا في علاج في سفر في غيره لفترة محدودة جدا، وحانت موعد عودتهم أثناء الإقلاق الشامل، وبالتالي هم في وضع استثنائي يريدوا أن يعودوا إلى بلادهم، ميزانيتهم لم تعد تساعدهم، ظروف مرضية أسرية وغيره. فنحن المرحلة الأولى طلبنا من السفارات أن تفعلها هي مرحلة الحصر. المسألة الثانية أنه نحن كوننا لجان محلية تبحث في توسيع إمكانيات العزل والحجر. بعد الآن أي شخص غادي من الخارج لابد أنه يمشي الحجر الصحي لمدة 14 يوم أقل شيء. فالأعداد كبيرة الأولية التي لدينا، ولا يمكن أن نغامر بأنه نأتي بناس وما يكون في أماكن اليوم كما حدث من قبل، وبالتالي نعرض لبلادنا لمزيد من انتشار المرض، لأنه نحن كل الإصابات الأولى جاءت من أشخاص غادمين من الخارج، لا نريد أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى. لذلك عندنا اللجان بتحصر في الأماكن المتاحة وتبحث في أماكن استيعاب أكبر. وطبعا لما نقول أماكن استيعاب أكبر ليست مساحات، إنما سرائر وغرف واستعدادات صحية وكذا. فكل هذه التجهيزات تجري وحصر. بالنسبة لوزارة الصحة، بالنسبة إلينا كان قرار واضح إن هي عايزة أماكن بمواصفات معينة وبميزانيات معينة وبكوادر صحية بعدد معقول يتم تأهيله حتى تعطينا الإشارة الضمنية بالموافقة. فنحن نشتغل الآن في المرحلة السابقة لموافقة وزارة الصحة، إنه نحصر الأماكن، نشوف الاستعدادات، الأماكن التي يمكن أن تسع أعداد كبيرة، ما هي التجهيزات المطلوبة، نحضر الميزانيات، ثم سنأتي لوزارة الصحة. لذلك ليس هناك تناقض بين ما قامت به السفارات وبين ما قلناه وما ذكره الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة، لأنه الإشارة النهائية ستأتينا من وزارة الصحة عندما تقول أنها مستعدة وإن هذه الأماكن التي جهزناها مرضية. حتى ذلك الوقت وزارة الصحة لن تكون ملزمة بأن تعطينا إشارة البدء. نحن نعمل على التجهيز، على التحضير، على الحصر، تجهيز الأماكن، محاولة تجهيز الميزانيات، ثم سنطلب من وزارة الصحة إنها تطمئن على الأماكن إنها مناسبة، تحضر الكوادر الطبية لرعاية الناس، ثم بعد ذلك يمكن أن نبدأ في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة جدولة العالقين من الخارج. أتمنى أن تكون هذه رسائل بتاع الطمأنة للناس إنه نحن مهمومين بهذا الأمر، ونحن كدولة لدينا مسؤولية تجاه مواطنينا داخل السودان وخارج السودان. حاولنا في المرحلة الأولى أن نوازن وغلبنا مصلحة الملايين داخل السودان على الأعداد الأقل خارج السودان، لكن أيضا الناس خارج السودان نحن كدولة مسؤولون عنهم تماما، ونرغب في أنه نقوم بمسؤوليتنا كاملة تجاههم. أنا أكتفي بالرسالتين ديل. في رسالة عندها علاقة بالإجراءات الأمنية نحن طالبنا بها أن تتشدد فيها الإجراءات الأمنية. أنا أقدم اللواء الدكتور عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة ليطيعكم على الأوضاع بتاعت الإجراءات الأمنية الأخيرة، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطنين الأعزاء والمقيمين في السودان وخارج السودان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم. حقيقة نترحم أولا على الذين غضوا جراء هذه الجائحة وتوفوا إلى رحمة مولاي، ونتمنى عاجل الشفاء للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج الآن. أيضا اسمحوا لي عبركم أن أحيي الجيش الأبيض، جيشنا الأبيض الذي يتقدم الصفوف الآن، يعمل في ظروف بالغة التعقيد، يباشر المرضى بمسافات قريبة، يتعرض للعدوى ويتعرض لمخاطر جمة. عبركم وباسم قوات الشرطة نقف تحية لجيشنا الأبيض. والعرف العسكري يوضح أن التحية للرفعة وللشرف وللمكانة التي يتمتع بها الذي يلقى عليه التحية، فلهم منا التحية
والتقدير والاحترام، وما كما هو في حالات الاستثنائية وحالات الأزمات تندمج في عرفنا العسكري القوات تحت قيادة واحدة. والآن كل أجهزة الدولة بما فيها الشرطة والمنظومة الأمنية تنعقد تحت لواء وزارة الصحة أو الجهات الصحية أو الكادر الطبي، تسخر كافة الإمكانيات دون هوادة وكل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لخدمة هذا الكادر ولمحاربة هذه الجائحة التي تستمر بضراوة وتتنامى يوما بعد يوم وتظل خطرا محدقا كبيرا على بلاد كحال بلادنا التي تتعرض الآن لأزمات عديدة مصاحبة لهذه الأزمة. سبق وأن تم إعلان حظر التجوال في 22 مارس بحظر جزئي من الساعة 6 إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وتم فيه التزام نسبي. بالتأكيد لجنة الطوارئ الصحية تقوم بالإنعقاد بصفة يومية، تقوم بتحديث البيانات بناء على دراسات وجمع وتحليل البيانات، ومن ثم تتقدم للجان الفرعية ولجهات الاختصاص ولجان الأمن لتقييم الموقف بناء على الإحصاءات وبناء على ما ورد لديهم من تحديثات. تم تغليص ساعات التجوال ليبتدي حظر التجوال في فترة وجيزة بعد هذه المواعيد من الساعة السادسة إلى السادسة، كان من الثامنة حتى السادسة فأصبح من السادسة إلى السادسة. مؤخرا صدر القرار بالحظر الشامل، وتم منح فرصة للمواطنين تتعلق بقضاء حوائجهم المعيشية لتبدأ منذ الساعة السادسة صباحا وتنتهي عند الساعة الواحدة مع غفل كلي للجسور والمعابر بين المدن الثلاثة على مستوى ولاية الخرطوم. شهدنا التزام لا بأس به من المواطنين بهذه الأوامر وبهذه القيود، والتي نعلم تماما مدى صعوبة إنفاذها سيما مع الضوائق المعيشية في بعض الحاجيات التي بدأت لحسن الحظ تتلاشى يوما بعد يوم وتشهد انفراجا، ولكن في المقابل لا تزال هناك مجاميع بشرية سيما في أطراف العاصمة تمارس حياتها بشكل طبيعي وربما أكثر من الطبيعي، وهذا الأمر بالتأكيد يشكل خطورة كبرى ويشكل تهديدا للسلامة العامة ويشكل خروقات للقوانين واللوائح المعروفة والمعلومة بما فيها القانون الجنائي. هناك بعض المظاهر للتفلتات التي لا ترقى لمستوى قضاء الحوائج بل تتعداه لإنجاز التعبير الاستهتار والاستخفاف بالحالة الراهنة. تم غفل الجسور، لجأ بعض المواطنين إلى استخدام المراكب لعبور النيل للضفة الأخرى تحت أي مسمى لا نجد إجابات. غامت بعض المجاميع ووصلتنا بعض البلاغات عن قيام دورات رمضانية، دورات رمضانية بحشود وجماهير في مناطق وبإعلانات في غياب تام لإدراك المخاطر والذي يتهدد البلاد والعباد في هذه الظروف. هناك مظاهر أيضا لاستخدام العربات الخاصة فيما يسمى بالترحال أو النقل بالأجر من قبل أشخاص بتصاريح أو بأي مسميات أخرى. كل هذا وغيره محل رصد ومتابعة، كل هذا وغيره سيخضع بشكل كامل للحسم التام والمباشر. الحالة الآن وصلت لمرحلة الخطر كما تفضلت الأجهزة الصحية المختصة، ونحن بدورنا أعلننا أيضا مرحلة الحسم التام. لم يكن هناك تساهل بالمعنى الواضح، ولكن هي مسألة تقديرية تقوم بها السلطات المختصة بتقدير الحالة الأزمات التي تمر بها البلاد في توفير الحاجيات من الخبز وغاز الطبخ والوقود، كلها ظروف تدعي إلى تقدير الموقف وربما إنجاز التعبير بعض التساهل. لكن الآن
فرض واقع جديد، جاءت معطيات جديدة، تنام العدد بشكل متواليات هندسية مخيفة، الوضع للجهاز الصحي على مستوى الدولة يعاني من ضعف كبير، بالتالي أصبح الآن خط الدفاع الأول وللأسف الأخير هو الالتزام والالتزام التام بمسألة حظر التجوال. أيضا على ذات الصعيد عقدت لجنة الأمن على مستوى ولاية الخرطوم عدة اجتماعات وخرجت بقرارات كثيرة من ضمنها زيادة الارتكازات على مستوى العاصمة. تنتشر الآن في العاصمة أكثر من 200 ارتكاز في مناطق حاكمة، يقوم على خدمتها ما يزيد عن 1365 من رجال الشرطة على 3 خدمات، يشرف عليهم أكثر من 200 ضابط. تم الآن توزيع ضباط برتب اللواء على القطاعات على مدار الحظر للإشراف والمباشرة لكل هذه الارتكازات وسلامة الأداء فيها. سيتم أيضا التعامل بحث فيما يتعلق بالعربات التي لا تملك ترخيص، سيتم حجزها، سيتم سحب الرخص. الآن يتم دراسة مشروع أبعد من ذلك، لن يكتفي الجهاز المناط به إنفاذ قانون حظر التجوال بسحب الرخص فقط، بل سيقوم بتعطيل كافة الخدمات للمواطنين المخترقين للحظر. هذا الحديث إن صاحبته بعض القسوة فالنتائج المتوقعة من خرقه أكثر قساوة من ذلك. الآن الشخص لا يهدد نفسه ولا يهدد ذاته، يهدد الآخرين، وللمفارقة أنه يقوم بإيذاء أغرب الأغربين له. بالتالي لا مجال إلا للتشدد في مثل هذه الأشياء وفي مثل هذه الحالات. أيضا تم تنظيم حملة اليوم لقفل سوق بحري برئاسة السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم، تم قفله غفلا كاملا ولن يسمح بممارسة أي أعمال في الأسواق الكبرى فيما عدا الحوانيت الصغيرة على مستوى الأحياء لقضاء الحوائج والأسواق ربما الصغيرة في حدود أيضا وتحت رغابة تامة. المواطنين الأعزاء، هذه الأطروحات أو هذه الإضاءات التي قمنا بتقديمها لم يدفعنا لها إلا تردي الوضع الصحي الخطير والمتفاقم، وحتى إجراءاتنا على مستوى الشرطة وإن غلبت عليها سمة تغييد الحرية والغيود المترتبة على حركة الناس إلا أنها في النهاية تصب في مصلحتهم وتجنبهم الأسوأ. أيضا وردت لدينا في كثير من الأحوال وفي الرسائل وفي الأسافير ما يعرف بالاحتكاكات على مستوى نقاط الارتكاز. نحن نملك الشجاعة الكاملة للاحتذار لكل شخص تم التعدي عليه وتظل حقوقه محفوظة على مستوى الأجهزة العدلية وعلى مستوى منظومتنا في الشرطة أو القوات النظامية، تظل هذه الحقوق مصانة ومحفوظة ويتم معالجتها أول بأول، ولا يوجد على الإطلاق ما يسمى بالعمل الممنهج أو المنظم تجاه أي شريحة. نحن ابتداء نكن كل الاحترام لكل فصائل الشعب ولكل أفراد الشعب، والشرطة بدون مزايدة لا يمكن أن تكون إلا جزءا من هذا الشعب، جزء أصيل كجزء قطاع مهني وقطاع مجتمعي. بالتالي أي محاولات لتفريق أو لشيطنة كما يقولون هذا الوضع أعتقد أنها محاولات خاسرة ولن تفوت على وعي الشعب السوداني، هذا الشعب الذي قدم نموذجا كبيرا في التغيير في ثورته المجيدة، وبالتالي الآن مطالب لإعمال هذا الوعي ولإطلاق هذه المبادرة التي تجنبنا حرب ضروس، حرب لا هوادة فيها، حرب لا يرى فيها العدو بالعين المجردة. بالتالي نناشد المواطنين أن يلتزموا التزاما صارما وكاملا بكل التوجيهات الصادرة والتعاون مع نقاط الارتكاز التي لن تأخذ أكثر من دقيقة في التبيان من التصريح والهوية، لا أكثر ولا أقل. أي تجاوزات مرصودة، أي تجاوزات هناك جهاز رقابي يعمل على محاسبتها، أي تجاوزات مستعدون تماماً
لاستقبالها وللعمل على بترها. نحن لا نريد لأي شخص ولن نسمح لأي شخص أن يمتهن كرامة المواطن السوداني أو يقلل من شأنه. الكرامة محفوظة والمواطن السوداني مصان، ولن نسمح بهذه التجاوزات بأي حال من الأحوال. ختاما أتمنى أن يرفع الله البلاء عن الوطن وأن يعافي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.